معايا كابتن فاروق جعفر المحلل طبعا الفني الكبير وصديقنا يعني اللي بنعتز بيه جدا. كابتن فاروق مساء الفل. حبيبي ازيك عامل ايه؟ ازيك كابتن فاروق؟ مساء الفل. مساء الفل، ازيك عامل ايه؟ كله تمام يا كابتن، الحمد لله ربنا يديك الصحه. قول لي الاول قبل ما نتكلم معاك في الحاجات الثانيه، انت حاسس ان الدوري بدا يعني تظهر ليه ملامح واشتعال؟ يعني انا بدات احس بالمنافسه سواء على القمه، بقى في النهارده اهلي وبيراميدز وزمالك كالعاده، ودخل معاهم سموحه كضيف قوي جدا الحقيقه في المربع الذهبي دلوقتي طبعا. وتحت بدات الدنيا تظهر، اسماعيلي طبعا بيجاهد مع ايستر كامباني، كسب اول مره الماتش الاسبوع ده مع المقاولين العرب والمقاصه وطلع الجيش والمحله وسيراميكا. شايف الدنيا ازاي يا كابتن؟ يعني انا شايف الدوري دلوقتي بدا اما استقر الدوري شويه الاسبوعين دولت، حسيت ان في فرق بتادي بشكل كويس جدا. امبارح انا كنت بحلل مباراه الطلايع والاتحاد، الاتحاد سكندري، مباراه الطلايع لعب شوط الاول ما فيش اروع من كده، والشوط الثاني ضغط على الاتحاد بشكل كبير. الاتحاد برضك حسام من المدربين الكويسين وطارق العاشر، الاثنين اشتغلوا المباراه، الاثنين قاريين بعض وحافظين بعض، فالمباراه كانت ممتعه امبارح بشكل كبير جدا، زي مباراه النهارده الاهلي. الشوط الاول النهارده الاهلي ادى شوط ما فيش اروع من كده. يعني انا هقول حاجه فنيه جدا، ان الاعداد النفسي قبل المباراه وانت قاعد في اوضه اللبس لما تيجي تتكلم مع اللعيبه، اوعى تقول للعيبه انا عايز اقعد اول ربع ساعه امن نفسي، اول ربع ساعه ما بقوش مثلا النادي الاهلي نازل يضغط عليا في اول ربع ساعه، لازم اقفل، لازم مش عارف ايه. بتخلي اللعيب تكهربه، بتخرجه عن تركيزه وعن وظيفته في الملعب. مظبوط، وده اللي حصل. ما تضغطوش يعني. بالظبط ده اللي حصل النهارده الاهلي لغايه الدقيقه 17-3-0، فنتيجه كبيره. وعلى فكره ده يعني اول مره الاهلي السنه دي جبت 3 اجوال في ربع في 13 دقيقه، اول 13 دقيقه بالظبط. فانت بتكلم الاعداد، ما انت بتقول انا زي ما بعد اللعيبه بدنيا وفنيا وتكتيكيا يعني خططيا، بتحضر اللعيبه كمان نفسيا ومعنويا، لازم تحسسه ان انت رايح تبقى منافس، تبقى واحد بتأدي بشكل وعلى قد امكانيات لعيبتك. النهارده شفنا فريق فاركو، فريق كويس جدا. لو لعبوا كده من بدايه المباراه كنت هتشوف الشوط الثاني كمان احسن واحلى اللي شفناه. النهارده النادي الاهلي من بدايه المباراه اللعيبه مركزه، واللعيبه كمان اللي ما بتلعبش خلي بالك. يعني قفشه النهارده، شريف، محمد هاني، يا كابتن رجع لطريقه اللعب الطبيعيه اللي الاهلي بيلعبها. هو على فكره الاهلي النهارده اتاثر لما خرج حمدي فتحي، يعني فنيا نص الملعب الشوط الثاني راح من النادي الاهلي. لا انا اقصد لعب 4-2-3-1 العادي، اللي هو اللي حافظينها اللعيب، اللي هو قفشه موجود بلاي ميكر 10 في المركز 10 بالظبط. هو بس انت النهارده عندك لعيب كمان، لعيب عبد المنعم بقى لعيب كويس جدا، بيحضر بشكل كويس جدا، فارق في الهجمه اللي من تحت دي بصراحه جدا. بالظبط، تحضير زي المدرب ساعات بيحط الكوره وينزل تحت اللعيبه، بيأدي بشكل كويس جدا. النهارده النادي الاهلي الشوط الاول ما فيش اروع من كده، وخصوصا من اول نص ساعه، يعني ممكن النادي الاهلي كان اول نص ساعه يجاب له 6 اجوال لغايه ما دخل فريق فاركو المباراه. وفاركو مش من الفرق اللي بتقفل يا كابتن برضه، وده ميزه للماتش الحلو النهارده، كان مفتوح، كان ماتش ممتع يعني. بالظبط. وانا امبارح برضك مباراه الاتحاد كانت ممتعه، مباراه غزل المحله اول امبارح كانت برضك بشكل كويس جدا. انا شايف الدوري دلوقتي كرة حلوه، بدي كرة حلوه بصراحه، كرة حلوه وترجع، ده هيرجع لرابطه الانديه البطوله، كاس رابطه الانديه ده حضر اللعيبه بشكل كويس. كنت بتعمل الله في يناير يعني بدل الفتره الايقاف 40 يوم الفرق كلها فائت، عملت فتره اعداد عشان كده. انت عارف يا كابتن ليه بعد اذنك، انا اسف للمقاطعه، يعني طول عمرنا بنبص دايما لاهلي وزمالك بس في مساله الايقافات والاجهاد والضغط على، فنقعد نوقف الدوري 40 يوم في البطولات الكبيره، بننسى باقي الفرق اللي بتقعد تجاهد وتكافح تعمل فتره اعداد ثانيه وثالثه ورابعه على مدار الموسم. لكن دي كانت فعلا البطوله زي ما حضرتك بتقول افادت فعلا كل الانديه اللي شاركت فيها، وانت اكتشفت لعيبه جديده في الاهلي وفي الزمالك في بيراميدز. وبعدين انا كمان عايز احيي كمان فريق بيراميدز، فريق بيراميدز النهارده بيعبر عن نفسه وهو بقى يعني في التوقيت ده هو المنافس للنادي الاهلي بشكل كويس، رغم ان احنا طبعا الزمالك والاهلي ناقص لهم مباريات مع الوقت. لا وبيراميدز دلوقتي يا كابتن كله 9 ماتشات، خد بالك يعني الاهلي والزمالك وبيراميدز الثلاثه لاعبين 9 ماتشات،
الاهلي 25 نقطه، بيراميدز 23 فرق نقطتين، الزمالك 19 ست نقاط، ولسه بدري يعني برضو ما اقدرش اقول ان الزمالك بعد. طبعا ان شاء الله. وكمان يعني ما تلاقي الزمالك جه كمان بقى جنب الاهلي وجنب بيراميدز، هتشوف الدوري افضل واحسن. وكمان تحيه برضك لسموحه. سموحه يعني احمد سامي بيأدي بشكل كويس جدا صراحه، يعني واعد وواعد وبيلعب بلعيبه ما حدش يعرفها، هو بيعرف الناس اللعيبه دي. انت بتسال على اسم اللعيب اللي بيلعب الباص اللي بيجيب هدف، حارس مرمى جيد، عنده فرقه، عنده سرد باك يا كابتن اسمه احمد عبد الحكم طبعا لعيب. ده كمان لدرجه ان انا عرفت انه كيروش بيبص عليه كويس جدا الفتره دي. خلي بالك بقى عندهم لعيب كويس جدا، وحليمه اللي بيلعب في نص الملعب، بتعرف عبد الحكم ده جايبينه من منتخب السويس السنه دي، يعني اول سنه ليه دوري ممتاز. ما برضك احنا عندنا اللعيبه في الدوري المحلي لعيبه كتير كويسين جدا، لكن لما بتيجي تبص الرؤيه بتاعت كروش تفكيره كله في اللعيبه المحترفين. انا عايز اللعيبه اللي موجوده في اوروبا، اللعيبه الجاهزه اللي تتمرن. انت تقول هو هيلعب 4-3-3، فمالوش دور في 4-3-3 مهما كان هو شعبيته، مهما كان اسمه، مهما كان النادي اللي فيه، هو مش محتاجه، هو عايز اللي هينفذ له 4-3-3. وده 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 قناعه مدرب، ولازم احنا نبقى مقتنعين بالكلام ده. ان انت بيتحمل معاك ان انت عندك مهمه انت جايبه عشان هي الوصول لكاس العالم طبعا. فان شاء الله الفتره اللي جايه واللعيبه بدات تتعود عليه، يعني دلوقتي عندك النني، عندك عمرو السولية، عندك حمدي فتحي، الثلاثه بقوا موجودين. ان شاء الله لو طارق كمان طارق حامد ما يكون كويس ويخش فورمه، هتلاقي نص الملعب عندك 4 و5 لعيبه. انا عندي احساس ان طارق هيرجع بنيو لوك، ممكن ان شاء الله، لان هو كمان بيطور من ادائه حتى دلوقتي، مش بس بيتمرن بدني او بيجهز نفسه كتاهيل، هو حتى بيطور ادائه، لان هو كل الناس بتاخد عليه ان طارق حامد ما بيزيدش، ما بيبصيش، ما بيشوطش، يعني الكلام اللي هو ما بيلعبش لقدام كتير. فانا عرفت كمان ان هو بيطور نفسه جدا في القصه دي الشهرين اللي فاتوا دول. طب ما هو بقى ده كويس انك تاخد يعني الحاجه طبعا. الحاجه اللي هي كانت احساس ملعب يبص لقدام، لا والحاجه اللي هي اثرت عليك تحولها لدافع ليك وتبقى كويس. ده طبعا يعني طبعا لا طارق عنده خبره ولاعب ما شاء الله قاتل يعني كويس وحاضر، وبعدين قائد كويس في الملعب. طبعا طبعا، وبعدين بيحب الكوره. خلي بالك ان في واحد بيزهق من الكوره ما ياخد شعبيه ويشبع بيبقى بزهقان، لكن طارق من النوع اللي مصمم ان هو يكمل وان هو يبقى يفضل خد بالك نجم ويفضل قائد. يعني خد بالك بمناسبه بيحب الكوره، نيمار كان ليه تصريح من كام يوم يهلك من الضحك، قال لك انا نفسي العب في الدوري الامريكي. هو بيلعب في باريس سان نيمار، يعني باريس سان جيرمان نجم العالم يعني. فسالوه ليه، قال لك اصل بده هناك اجازه 3 شهور في السنه. ده انت ما تاخدش 3 اشهر في الاسبوع. بمناسبه اللي بيحب الكوره، طارق حامد يا بيتمرن كل يوم 3 مرات، يعني نيمار يكره الدنيا لو بيتمرن كل يوم 3 مرات. طب بتمرنه طبعا كل اللعيبه البروفيشنال موجودين في اوروبا، الموجودين مطحونه، مش بيتمرنوا مطحونين، مطحونه في التدريبات طبعا. انا شفت تدريبات الكابتن لمحمد صلاح، ده بيتسلق كانه بيتسلق جبل، يعني عاملين له خرام كده في حيطه وبتاع كده خشب، بيقعد يمسك بايده ويقعد يتسلق ويطلع وينزل ويطلع وينزل، يعني كانه بيتسلق جبل. طبعا طبعا طبعا، مش يعني ممكن يعني تدريبات شديده عنيفه جدا على القوه. القوه يعني القوه بالظبط. كابتن جوهري كان بيهتم جدا بالقوه في الكوره، في لعيبه بتهتم ومدربين بيهتموا بالاداء، يعني بالمهاره بالاداء الجماعي. كان الكابتن جوهري كان بيجيب اللعيبه في الهرم وكان وبيطلع اللعيبه، وفي الطريق مصر اسماعيليه بيطلع اللعيبه ويجرهم في الرمل. في الرمل. مظبوط. طبعا ده كان بيدي قوه للعيبه وبيدي اصرار للعيبه وتحمل. بيبقى التحمل خلي بالك الواحد التمرين، معدل التمرين بيبقى اكتر من معدل المباراه. يعني اللعيب بيبقى بيتمرن بياخد كل انواع، يعني انت ممكن في المباراه ما تاخدش كل حاجه، لكن في التمرين بتاخد كل حاجه عشان لو قبلك تحسبا لاي حاجه بتبقى انت جاهز تقدر تحلها. مظبوط. بقول لك ايه يا كابتن فاروق، احنا امبارح قطعنا في فروتك، معلش انا اسف يعني. كان معايا عصام مرعي، كابتن عصام مرعي على الهوا، وقطعنا في فروتك لما كنت بكلمه على فريق الاحلام. طبعا انت والكابتن احمد رفعت الله يرحمه، سنه 97. فقال لي هقول لك على سر، احنا لما خسرنا الدوري واحنا راجعين في الاتوبيس، فالكابتن فاروق جعفر قال لي بص يا عصام انا في خبر حلو هقول لك عليه، بس اصبر عليا شويه. قال لي بعد كام يوم لقيته مدير فني منتخب مصر. صح. قلت له كده في الاتوبيس يعني. انا كان عصام كنت كان بيقول لي كان علاقته بيك حلوه جدا. هخلص ماتش الاهلي وهروح امسك المنتخب.
قال لي وخلصت. هو كان عصام، انا بحب عصام جدا، وهو من النوع اللي بيحفظ، اما تقول له حاجه بيحافظ عليها، مش من النوع اللي بيرغي. مهذب جدا. وعصام ده انا على فكره خدته وانا في يعني اشتغل معايا فترات كتيره، وانا قال لي اشتغل معاك مساعد كتير، وبيفهم يعني وعنده طموح كبير قدام يعني ان شاء الله هيبقى من المدربين الكويسين. وقال لي احسن فتره ليه كانت السنتين مع مكاي لما انت كنت موجود حضرتك مع ما كان بيلعب. قال لي كنت لسه جاي من المقاولين. قال امبارح وكان زعلان ان انا بقول له هتلعب باك ليفت، يقعد يبص لي يقول لي مش مكاني، قلت له احسن باك ليفت في مصر، وراح المنتخب وهو باك ليفت. وراح المنتخب مظبوط. وهو باك ليفت، انا بقول له هتلعب باك ليفت، يبص لي يقول لي يعني ازاي، بيقول لي انت هتظلمني، انت جايبني بتضحك عليا. طب ما شاء الله هو على فكره محترم جدا. طبعا مهذب وشخصيه جميله. كابتن فاروق، انت مع كنت مع قرار الفسخ التعاقد مع كارتيرون؟ انا طبعا. طب بص انا هقول لك حاجه، المدرب زي اللعيب، اللعيب بيبقى طول ما انت عندك الجماهيريه بتاعتك وفت وفايق مكمل، وفايق وعندك الاعلام مقتنع بيك، وعندك الاداره مقتنعه بيك، والمدرب مقتنع بيك، هتفضل تلعب. المدرب نفس الوضع، لو انت حسيت ان اللعيبه كمان مش مقتنعه بيك خلاص، الاعلام مش مقتنع بيك خلاص، انا يمكن والنتائج كمان متراجعه جدا اخر 10 ماتشات جدا، بعدين سلمت بقى، انت سلمت ما بقاش ليك رد فعل. يعني انت كنت الاول فعل وانت بتتكلم ان كان عندك لعيبه فايقه واللعيبه مركزه معاك وبتكسب فكنت فايق، فكنت بتتكلم، فانت وصلت لمرحله يعني انت وصلت لمرحله مش قادر بتتكلم، الناس مش مقتنعه بكلامك، اما تقعد تحكي حاجه او تتكلم مع اللعيبه في محاضره اللعيبه مش مقتنعه. مثلا ما تيجي تقول لي اللعيبه انت هتلعب في المكان ده، هو دي من اسباب، خلي بالك انا كنت معاك في مداخله قلت لك حاجتين، لو المدرب لعب فيهم هو اللي هيشيل الحمل، طريقه اللعب والتشكيل، ما تلعبش فيهم. انا جيت في مباراه سموحه واحنا قاعدين في الاستوديو، قلت ازاي الزمالك هيبدا المباراه بتسع لعيبه مش اساسيين، وقعدهم جنبي على الدكه وتسع لعيبه، ايه بقى انت بتتكلم في زيزو وبن شرقي نجوم يعني؟ طب عشان ايه وفتوح وخلي بالك هو من مباراه سموحه اللي هي قبل مباراه الوداد، من مباراه سموحه هو اسهمه نزلت خلاص، يعني اسهمه عند اللعيبه، عند الجماهير، عند الاعلام، مزبوط. عند كل الناس اللي بتنتمي لنادي الزمالك اسهمه نزلت، فانا شفت من افضل يعني افضل قرار ياخده النادي، وقلت على الهوا كده افضل قرار ان النادي يمشي يشكره يشكره خلاص، يعني انا مش بتكلم في حاجه ثانيه، انه خلاص هو بالنسبه للعيبه اللعيبه مش مقتنعه. انا ما اجيش انا مثلا اقول اوباما اللي هو بيجيب لي الاجوال اقول له تعالى العب نمره 6 ده اغرب ما كانش بتاعك، وفي الفكره نفسها كمان انت ممكن يبقى المكان مش بتاعه حضرتك كمدرب، تطلع فكره تنقل لعيب تقوم حاطه في زي عمر كمال لعب واحد كده جابه كيروش حطه في اليمين فلقيناه كويس فاقتنعنا بالفكره طالما نجحت، انما بالضبط. انما لو قلت لحضرتك كابتن فاروق وانت يعني سيد المدربين وقلت لك اختار حد يلعب سته جنب امام عاشور في غياب طارق حامد، لا يمكن يخطر على بالك اسم اوباما، يعني ممكن خالص. تختار اي حد الا اوباما، صح صح مش مكانه، مش ممكن ولا يعني ولا الستايل بتاعه مظبوط، ولا عدلته ولا جريته ولا اي حاجه ولا صح الحته دي في عندها مهاره وعندها طبعا قوه وسرعه والتحام وضغط والتحام مظبوط وتعطى المنافس مظبوط وتستلم من مدافعين وتبقى في قلب المدافعين. لا اوباما دي مش بتاعته، ده اوباما متهيألي هو نمره 2 في الاهداف بعد زيزو مظبوط. طب انت خدته من ورا ورجعته هنا، طب ازاي انت جايب ضيف يعني جايب ضيف وما يعرفش، وظهر في طول الماتش الحته دي فاضيه وما بين نص الملعب والسردباكات مساحات ضخمه، مباراه الوداد ومباراه هو زي ما انت حضرتك قلت كده سموحه بعدها سجراده في الوداد نتائج كلها، وقبلها كان بترو واتلتيكو نتائج كلها متعادل خساره تعادل خساره، اسهم بتنزل قاعده الاسهم بتنزل 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 حتى في الدوري المحلي الاسهم بتنزل. طب ايه الحل؟ طب ما لازم على طول نادي الزمالك مجلس اداره النادي هياخد قرار وهيمشي خلاص. جه اسامه نبيه انت يعني بقى مع اسامه انه يكمل ولا يجي معاه مدير فني اجنبي زي ما بيتقال ولا ايه يا كابتن؟ لا انا ما قعدتش مع اسامه، لكن انا اسامه مدرب كويس بيركز في الشغل بيعرف يتكلم لازم الفتره، هو ان شاء الله يعني الفتره اللي هيكون موجود لو كان هو موجود او معاه مدرب اجنبي، اسامه عارف اللعيبه وعارف امكانيات اللعيبه، الفتره اللي موجود فيها اسامه بيشتغل لازم ياخد صلاحيات المدير الفني، هو حاليا مدير فني يعني مؤقت
ياخد الصلاحيات بتاعته، ان هو هيبقى عنده المسؤوليه، هو هيشكل الفرق، هيلعب بالطريقه، يجهز اللعيبه فنيا، حتى يتكلم مع اللعيبه معنويا. احنا عندنا احسن لعيبه لما بتدي الدوافع المعنويه والنفسيه. وخلي بالك هو برضك النادي الاهلي او بيراميدز او ان الناس اللي موجوده حواليهم او حوالين الفرقه وحوالين المدرب طول النهار، حتى لو اللعيب وحش، حتى لو اللعيب ما راحش المنتخب، يقعدوا او حالته الفنيه مش كويسه، مظبوط، يقعدوا يتكلموا معاه، يقعدوا يزرعوني تاني، يوقفوه على رجله. وده المفروض كان في من يعني في الفتره اللي فاتت كان في نادي الزمالك ده موجود بصراحه، يوقفوا اللعيب على رجله، حتى اللعيب اللي مش جاهز، اللي مش فت، اللي ما بيلعبش، كانوا بيقنعوه ان هو يبقى موجود. انا شايف ان الفتره دي عايزين نفس الدعم اللي كان قبل كده، اللي كان موجود، واسامه كان موجود في الفتره دي. في كلام ان الكابتن اسامه واحمد عبد الكابتن احمد عبد المقصود كابتن ايمن طارق هيكملوا مع المدير الفني اللي جاي، هيجي مع حد بتاع احمال مثلا، ممكن يجي حد محلل اداء، ماشي اوكي، بس الجهاز هيبقى كده مع. وفي كلام ان ممكن يجي الكابتن اسماعيل يوسف بعد كده زي مدير كوره، او يبقى ليه دور برضه مع الفرقه بعد انتهى تجربته مع زد. يعني واضح ان في محاوله للم تاني الشمل فريق الكوره، لان في تغييرات حتى في الفرقه في الانتقالات الجايه، واضح ان في لعيبه كتير هتمشي. وانت برضك خلي بالك حاجه مهمه جدا، يعني زي ما انت بتقول انا مدرب كويس، لازم يكون في حد عينه كويس يختار لك، يجيب لك اللعيبه اللي من بره، اللي انت محتاجها السنه الجايه. لو انا قلت لك كابتن فاروق، يعني مين ترشحه من الدوري المصري للزمالك؟ انا بقول مجازا يعني، انا كنت مرشح عمر كمال وشبانه، كنت دلت ومحمد. انت كنت جايب حضرتك، كنت في النادي وقتها، مظبوط. انا يعني جبتهم ومضوا مظبوط، وكنت جايب محمد هلال، يعني كنت انا جايب الثلاثه، كان عندنا الفرقه محمد هلال ده اللي كان في دجله، اللي كان في دجله، اللي هو دلوقتي موجود في البنك الاهلي، تمام. هو لعيب نص ملعب كويس، وهدافين الدوري لعيب كويس جدا جدا. دولت الثلاثه، او هما كانوا اربع لعيبه ومهند لاشين، هما دول. مهند مهم جدا دلوقتي، وقعدت انا مع مهند وكنا بنتكلم معاه فعلا قعدت معاه، وكان في شبه اتفاق يعني؟ لا ما كملناش الاتفاق. لا يعني كان مرحب اقصد مهند؟ يعني مهند كنت بتكلم معاه، وكان ودخلنا وكلمنا مع النادي كمان، يعني انا في الفتره اللي انا كنت موجود يعني كنت خدت خطوات، يعني اقصد اتكلمنا مع النادي، ولكن النادي ما كانش عنده الاستعداد ان هو يسيبه في التوقيت ده. يعني اتكلموا معايا في منتهى الاحترام، قالوا لي احنا مش هنقدر نسيب مهند دلوقتي، واحنا بس انت شايف ان اللعيب اللي زي مهند، سواء مهند او غير مهند، لكن المهند خلي بالك، مهند ده طارق حامد الجديد، يا اللي بالك. بص، في ثلاث اربع لعيبه زي ما بتكلم على حمدي فتحي، عمرو السوليه، في لعيب ومهند طبعا، وطارق حامد، في لعيب السيسي اللي بيلعب جنبيه جنب مهند ده، ما كانت اداء تكتيكي في الملعب. يعني لو شفته امبارح هو بيلعب، هو الاتحاد بيلعبوا الاتحاد، مظبوط، هما الاثنين مظبوط. يعني لو تراجع حتى الاداء بتاعهم، اداء على اعلى مستوى، خلاص خدوا الاستقرار الفني والثقه بقى موجود عندهم، بقى في ثقافه الاداء، هما الاثنين بيأدوا بشكل كويس جدا، لاحمين الدفاع بالهجوم، بيبداوا يضغطوا على المنافس. بدايه المباراه امبارح انا عجبني جدا من البدايه، انا قلت الاتحاد هو اللي هيبدا هاجم وانت بتلعب في اسكندريه، لا البدايه كانت لفريق الطلايع، هو اللي بيضغط، هو اللي لا عمل ماتش جامد امبارح الطلايع بصراحه، عكس المتوقع يعني، انا كنت متوقع الاتحاد اللي هيبقى راكب الماتش طول ال 90 دقيقه. طب كابتن فاروق، انا اصل ما بشبعش منك، خد بالك، لا يا رب، فبحاول ان انا اجري حبيبي يعني، الله يخليك كابتن فاروق. طيب هل الزمالك محتاج فرود؟ يعني عرفت ان هم بيتكلموا مع مروان يرجع تاني من سموحه، انت شايف ان رجوع مروان مهم؟ هو مروان دلوقتي في حاله كويسه صراحه، يعني حاله كويسه، بيأدي بشكل كويس، افضل من الحاله اللي جه فيها في التوقيت في نادي الزمالك، هو في حاله كويسه فايق دلوقتي، عنده خبرات، خد ثقه كمان كبيره لما راح المنتخب. طبعا بالظبط، لما راح المنتخب دلوقتي عنده خبرات، بيشتغل كويس جدا، بيجيب اهداف دلوقتي، بقى موجود في الفرقه، واللعيبه كانت الاول مش بتعتمد عليه بشكل كبير، دلوقتي كل الشغل عليه، مظبوط. يعني لا، وبيشوط بره ال 18 دلوقتي، بيجي ده هو هداف الدوري 6 جوال دلوقتي مع بولونيا، طبعا اللي بتاع الاتحاد السكندري، الكرات الثابته، الكرات العرضيه، هو ملك الكرات العرضيه دلوقتي، في غياب مصطفى محمد على الدوري المصري، هو دلوقتي رقم واحد بالظبط بصراحه، يعني هو لعيب كويس جدا، وخد الثقه، وخد يعني عارف، فانت مع رجوعه يعني للزمالك ان شاء الله، وعنده قناعه بنفسه ان هو بقى لعيب كويس، يعني ان شاء الله لو رجع للنادي هيبقى اضافه ان شاء الله كويس. هل الزمالك محتاج باك رايت يا كابتن؟ يعني والمسلوسي يمشي زي ما بيتقال كده؟
ما انا بقى ما يجي المدرب انا يعني طبعا لا بتكلم على رؤيه فنيه بعيد عن لا يعني انا قصدي اقول مش عارف يعني ممكن يجي مدرب يقول لك انا محتاجه يعني ممكن مدرب يجي انا محتاجه انا عايز اشوف يشوف الاداء هو التوقيت ده ان انت اللي هو فيه التوقف بتاع كاس العالم مباراه السنغال هو افضل توقيت ان انت تجي في المدرب يبقى عندك حوالي بتاع 25 يوم خلاص المدرب يا كابتن 3 4 ايام وجاي طيب يبقى كويس يبقى هيشوفه يعني يشوفه وقيمه يبدأ عندك انت عندك المباراه اللي فاتت حازم لعب كان بقاله فتره حازم كان عنده اصابه ما كانش بيلعب ودي يعني طبعا كان مجازفه انت مش عارف حازم في المباراه انت بتشوفه في مباراه وديه بتاع حازم اللعيبه كويسه جدا حازم لو كابتن فايق لما يكون فت وما عندوش اصابه بيبقى اضافه شفنا في ماتش الوداد حتى يا كابتن الكام دقيقه اللي لعبهم تلت ساعه ما اعرفش ايه كان فارق جدا على المسلوسي يعني بصراحه بالظبط هو اللعيب عنده خبره ولعيب كويس مهاري ولعيب وسريع الكرات العرضيه بتاعته كمان ولعيب حريف كمان وطبعا الكرات العرضيه بتاعته قاتله يعني بالظبط يعني بالظبط يعني احنا عندنا لعيبه كويسه جدا ان شاء الله الفتره اللي جايه بعد ان شاء الله نخلص مباراه الوداد او هنخلص مباراتين الدوري ونخش على البطوله ابطال الدوري ان شاء الله يكون حازم اللعيبه اللي جهزت وان شاء الله هيبقى اضافه ان شاء الله يا كابتن. قبل ما اختم معاك النهارده حسام حسن مهاجم الاهلي نزل في اخر دقيقتين والماتش خلص وخرج بيبكي خد بالك ده تاني ماتش ينزله في يعني في يعني دقايق يعني حتى في صور معانا اهي خارج من الملعب بيبكي بالدموع يعني هو حاسس ان هو حسام حاسس يا كابتن ان هو مش لاقي نفسه في الاهلي يعني تتفسر بايه البكاء ده الدموع دي هو الاهلي اولا كسبان يعني كسبان 4 في تفسير الدموع دي ان هو بس مش قادر ياخد فرصته معلش هي برضك لازم الصبر لما الواحد يصبر في الملعب ان ماتش ما يبقاش كويس وبعدين هيتحسن وبعدين يكتسب الثقه والخبرات هو انا حسام على فكره انا كنت بدربه في طلائع الجيش كان في الناشئين بتوع طلائع الجيش تمام وكان موجود معايا وانا موجود كان مميز كده وهو صغير هو وطارق حامد على طارق يمكن اكبر منه شويه كان مميز جدا 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 كان مميز جدا هو يمكن وما كان مع سموحه كان حلقه كان جاب هدف وهو في سموحه الكره من نص الملعب فاكر في الاهلي عندهم نعم كان في الاهلي الجول ده مش فاكر والله مش عارف مين جاب كان في الشناوي كان في الشناوي من نص الملعب هدف عالمي الكرة من نص الملعب وسموحة كسب الماتش ده على فكرة بالجول ده والله جاب جول عالمي يعني ده يديك حق ان ده في رؤية طبعا وعنده رؤية طبعا امكانياته وقدراته وبعدين جسمه ما شاء الله بيلعب بدماغه كويس مهارته كويسة بيشوط على المرمى بيتحرك جوه 18 كويس يعني ده من اللعيبة اللي بنقول عليهم اللي عندهم غرفة 18 يعني هو لعيبة كويسة جدا ما شاء الله يعني هو طبعا ما يزعلش هياخد الثقه وهيبقى لعيب كويس واللعيبه هتساعده طبعا طول ما العلاقه بينهم وبين بعض اللعيبه هتلاقيهم بيساعدوا بعض وبيساندوه ان شاء الله. تمام. كابتن فاروق انا بشكر حضرتك جدا جدا. حبيبي انا بشكرك. ربنا يخليك كابتن فاروق جعفر طبعا مدربنا الكبير ومحللنا العظيم شكرا جزيلا لك.